طبعا لو هيك الجيمر لو ما يرات من ايد ام الحجيه والله شلون النتيجه فشي خطير. ومن الاخير حبايب خلينا نتابع الوصفه ويا امي شلون سوت هذا الجيمر الرهيب مال حليب الجاموس. يمه يا يمه الله يساعدك. اهلا يا حبيبي يا قلبي. الله يخليك يا عمري يا روحي يا امي يا حبيبتي. طبعا صرنا فتره طويله ندور على حليب الجاموس واخيرا الحجيه حصلته. شلون انا ما ادري، راح نعرف شلون جابت حليب الجاموس. ايش راح تسوي لنا اليوم؟ اليوم راح اسوي لهم جيمر بحليب الجاموس. جيمر بحليب الجاموس. إيه؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. هذا الاصلي. الاصلي. إيه؟ احنا طبعا نسينا نسلم عليكم. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. يعطيك الصحه والعافيه يا امي. الله يعافيك حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحه وعافيه يا رب. احنا مشتاقين لكم هواي هواي. والله مشتاقين لكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا لتعليقاتكم الحلوه، شكرا لدعمكم لقناه ام الحجيه. الله يعطيكم الصحه والعافيه ويخليكم ويرزقكم الصحه وكل شيء تتمنوه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين ان شاء الله. حجيه هسه شنو هذا الحليب؟ منين جبتي هذا حليب الجاموس؟ انا جبته من محل اسمه ابو فراس. ابو فراس بلكاته. اي ايه. فكان بورك. اي ورك. محل عراقي. نعم. كان بورك. اي. انتقل الى بلكاته. طبعا انا ما اعرف العنوان والله، ما رايح له قبل يعني. الحجيه هي راحت له وشافت جابت الحليب من عندهم يعني. طبعا ما تعرفين العنوان بالضبط. نعم. يعني ما نعرف العنوان بصراحه احنا بالضبط، لكن هو يعني انت عرفت الاسم وهو بلكاته اللي ساكن بيرث استراليا. على العموم اذا شافونا بيت ابو فراس يعني فرجاء اكتبوا العنوان مالتكم بالتعليقات على مود الناس هم تندلكم زين وهم تستفاد من هذا الحليب الجاموس. الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. احلى شيء بالجيمر شنو يا امي؟ ما بها مقادير، قشطه بدون اي شيء واي اضافه. السؤال المهم دائما لما نسوين الجيمر يقولون ايش قد يطول الجيمر على مود ناكله، يعني بحليب البقر او بحليب الباودر الطوز سويتيه ظل 3 ايام او 4 ايام صح؟ ايه. بحليب الجاموس ايش قد يظل؟ يوم واحد. ورا ما يفور نغطيه نخليه بالكاونتر 12 ساعة. نعم. ورا 12 ساعة نخليه 12 ساعة بالثلاجة. 12 ساعة بالكاونتر 12 ساعة بالثلاجة. يعني يوم كامل. يعني 24 ساعة. ايه. خلينا نبلش ويا الجيمر ويا ام الحجية. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. زين يما هسه هذا كم لتر بيه هذا؟ اثنين. هذا البفلو اي ملك اي حليب الجاموس يعني هذا لترين. ايه. خوش هذا لترين هذا لترين، يعني عندنا اربع لتوره راح نشتغل بيهن. ايه. اربع لترات يعني زين. وعلى فكره ورا ما نطلع الجيمر الحليب اللي يبقى لو اسويه جبن لو اسويه لبن لو اسويه قشطه يعني يصير ثلاث حالات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله يما وافتحي لنا اسم هذا الحليب الجميل. شوف ما شاء الله ما شاء الله. شوف عيني شلون جامد. لا جيب شيء حركه. شوفوا شلون الحليب البقري يكون جدا سائل سوفت. شوف هذا الحليب الجاموس شلون جامد جامد. وهذا لا كان ثلاجه ولا شيء يعني بعده بس قبل شوي جابته يعني. شوف ما شاء الله. شوف عيني هذا هو اصلا صاير جيمر. ما شاء الله. انت ايدك شو منطيني هذا خلي زينك يلا خليك صار مود ايدك. ايه. شلون عيني زبد هسه اشوف هنا. ما شاء الله اشوفك هنا بعد. هسه لما يحمل حليب خليه هنا خضه واديره هنا حتى يطلع كل هذا. اي قشطه هاي زين. خلينا نفتح هذا الثاني. هذا طابق بس عليه زميليه لازم الكاميرا. يلا ايه. اوكي هم نفس الشيء. اعطيني يا اخي زميلتي هاني هو خفيط من ليش. اي بس هيك ما شاء الله كل جامد. هذا طبعا هذا الحليب مبستر. نعم. يعني مو فرش. لا مو فرش. اي مو فرش يعني مبستر. اي. يعني جيبوه من غير ولاية. اي.
لازم يكون مبستر لان نعم. يخرب. يعني قصدي انه يكون محطوط بالمبردات يعني. اي نعم. يعني هذا نعم نفس الشيء. نفس الشيء. هاي شوفوا يعني هسه بس يفور الحليب نخلي هنا ننزل هذا كليته. خير وبركه خير وبركه. ان شاء الله. ان شاء الله. خليها هنا. صلوا على الحبيب خلي قلوب الطيب اللهم صل على محمد وعلى محمد مأجورين الجميع. الله والديكم. تمام انا وياك شيلها. انا وياك يلا عيني. انا وياك يا ابو شامه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي الطباخ على العالي. على العالي. بعدين لما قبل ما يجي يفور نصيه لعند ذا يفور يفور على الطباخ. يعني لما يفور نصيه على مود لي هاي. واهم شيء احنا دائما نقول يمه اللي يشتغل بهي الشغلات يبعد عن الاطفال. إيه؟ الاطفال دائما بهذا المكان يكون كلش خطر عليهم. يوقع الحليب يكبكب مثلا يكون كلش حار. فرجاء يعني لما الواحد يشتغل يكون الاطفال بعيدين عنه واحذروا بشغل هذا الشغل يعني اللي يفور دائما هذا احذروا من عنده. دائما ضلكم بعيدين نصوا للطباخ لما يفور شوفوه نصوه خلوه شنو هادئ صح؟ صح طيب صحة والعافية الله يعافيك. خلينا نشوف المكان السري والله شبيش وضامة اليوم خلينا نشوف ميت من الجوع اي شيء ناكله من نام النام بس روح اللي تلاقيه اخذه. بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟ مسوي مكان هنا والله يابا خلينا نكشف خلينا نكشف على الخزنة. ايوه مكسرات مشكل عيني مكسرات مشكل ضحك الحج هذا هنا كيس مكسرات عجبني هناك كيس مكسرات هناك هم هنا ناخذ شنو هذا؟ اي هذا هم مكسرات يابا حليب تمن معكرونه اي والله زين شنو حمص بطحينه ما ادري شنو بقوليات هنا اكو بعد هناك اشارات جو والله ما جاي يشوف ما اعرف ايش ضام هناك دعيتنا زين دعيت للمتابعين دعيت للمتابعين الله يخليك الله يشافي مرضاهم ويرزقهم يوسع عليهم بيوتهم ان شاء الله ويرزقهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا ان شاء الله واللي بالمدارس اللي دور ثاني اللي آمين. دور ثالث المهم انه الله سبحانه وتعالى ينجحهم ويبيض وجههم قدام اهاليهم واصدقائهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب حبايب مأجورين ان شاء الله دعائكم لنا واحنا ندعي لكم ان شاء الله بالصحة والخير والعافية والرزق الوفير ان شاء الله وشوفون اولادكم بعلى المراحل زين يما هسه احنا بالعراق كنا ببغداد كنا يمنا اكو بستان ايه؟ انت كنت تروحين تجيبين الحليب فرش ايه؟ شلون يعني هاي سولفين عليها كنت اخذ دبة ايه؟ واروح قدامي والله تحلب البقرة واجيبها للبيت والله افورة وثاني يوم يطلع منها قشطة يعني يطلع حوالي نص ربع أيه. بس انا مش انت اعرف قبل انه لازم تنحط يومين ثلاثة وتصير قشطة زينة يعني تخليها بس يوم واحد تطلع أيه. خفيفة يعني أيه. هذا الحكي بعدين تعلمتي عاد تخليه فترة اطول فسألت اهل البستان شلون يسوون الجيمر فعلموني أيه. قمت اسوي يعني يعني قلت لهم انا خليتها يوم واحد طلع يعني حوالي نص ربع بجيمر أيه. قالوا لا خليه يومين ثلاثة يطلع كمية زينة لان هو حليب فريش وبدسامته طازج يعني اي طازج اي فلذلك تخليه يومين ثلاثه قمتي عاد تعلمت منك تصير عندك الجيمر يطلع طيب لان كنا لما شويه كبرنا يعني ناكل دائما جيمر من ايد امي فيعني جيمر صدق طيب يعني كلش طيب اذا اكو جاموس سو بجاموس اكو بقر سو بقر كل شيء عندنا هو كان طيب يعني لكن احنا الجاموس دائما بالعراق متوفر صحيح لكن شو اسمه بالخارج شويه صعب إنه يجي من ولاية الولاية ومواسم وما أدري شنو فهي هاي المشكلة صح صحيح يعطيك الصحة والعافية الله يعافيك هسه بلش قاعد أشوفه بلش يفور إي قبل لا يفور نعم شو حسون لأن هاي أحسن شيء أشيل بيها إي لأن حتى ما يتكبكب هنا وهنا زين تبي أساعدك تبي تشيلين قاعد تسوين طيني خليني أساعدك أنا تريدين لا أوقف أوقف ثقيل عليك حلو هسه تجيب الطبق اي نغطيه انت خذها اي حاضر مزبوط زين خذها هيك اشوف
شوف شلون نزل كليته. اي نزل كليته. بس خذها احسن. هاي هي. ماشي. يعطيك العافية. ما في شيء. راح كله؟ شوف. اي راح. صار نظيف. هسه راح اخذ. هذا البطل اللاق شوفوا عيني شلون هذا بش اسمه الدسم مالته كله جامد قشوة. يلا حطينا به هذا شوية علي كيفش. احنا لازم نستفاد من كل شيء يعني ما نخلي شيء. اي نعم ما نخلي شيء يروح لان هي هاي هنا المونة. نعم المونة. اجي دوري هسه. سوي اجي دوري على الحرام ما العب. خل عيد اللعبة. ماك. هاي بي خاشوقة. انا اقول لك شيء بي طقطق قاعد. هات الخاشوق جوا. الخاشوق انا خليته هنا. وقعت؟ اه. اي وقعت. يلا. مو مشكله اي هسه توقع هنا اجيبها. لا لا عادي. خل توقع بالش اسمه لا توقع بالهاي خل توقع هنا. اصبر شويه. اي. حطيني. اي وقعت. عفية. وقعت اجت عدله. ها اه. وقف خلي اشيلها. يلا. خوش كلام. هذا عيني. هسه بعد ما بيهن مو فرغا. اكبع شوية. هي. هسه شو نسوي؟ هيك نقوم نسوي. اي طين طين طين. هاي شغلتي ايدش. انا مود يصير وقف ويتبخر الحليب. نعم. هذا لحد ما يفور ظل هيك نسوي بيه. اي اوكي. شوف ده يرتفع. نعم. راح نصيه. اي. نخليه شوية هم. ها هي تمام؟ ها هي هسه راح نطفي الطباخ. نعم خليه يبرد شوي لو هيك تخليه هو حار او نشيله. اجيب لي انا هسه اشيله هذا زين واخلي لك اياه وين هنا على هاي الطاوله. زين حبايبي بس انا شلته خليته هنا لان ايد امه شويه بعدها مو مال شيء هيك شيء يعني انا ما اخليها بكل الاحوال. فهسه راح نسوي؟ هسه راح نخليها هنا بالكاونتر هذا القبض اللي راح نخليها عليه. طبعا هي بعدها هسه هي بعدها هسه توها فارت يعني بعدها حاره على حرارتها يعني من النار. اي نغطيها. نعم تبقى 12 ساعه. تبقى 12 ساعه. زين زين هاي انت تخليها بالكاونتر. ماشي يعني هسه انا راح احطها بالكاونتر لحظه واحده وارجع لكم. ماشي حبايب انا هسه حطيت الطبق جواها ذاك هو الطبق هذا جواها الطبق زين يعني عمود لا شو اسمه ما اخليها على الخشب هيك لان كلش حاره. فهالشكل هسه متغطيه ودفيانه وترجعينا ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. ان شاء الله. زين يمه هسه ايش قد راح نخليها هنا نرجع ونقول؟ 12 ساعه. 12 ساعه
وورق ما نطلعها من الكاونتر 12 ساعه عشان نسوي؟ خليها 12 ساعه بالثلاجه. خليها 12 ساعه بالثلاجه مو بالفريز. مو؟ ايه بالثلاجه. الثلاجه جوا بالثلاجه. الثلاجه جوا اي يعني مو بالفريز. ايه ايه. زين وبعدين نرجع لكم لما تخلص ال 12 ساعه بالكاونتر و 12 ساعه بالثلاجه ان شاء الله نرجع لكم ونشوفكم النتيجه. ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه حبايبي. الله يعافيك. الله يخليك. ورجعنا لكم حبايبنا، هاي مر عليها 24 ساعة، 12 ساعة بالكاونتر، 12 ساعة بالثلاجة، هاي أنا حطتها يعني ما شلتها. زين؟ زين، يلا بس نشوف النتيجة. شوف النتيجة بسم الله. هاي طبعاً فورتها، عقمتها الأبرة. بس نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الابره شويه ثخينه، راح اجيب ابره ناعمه. لا تسالك تقول ليش ما تسوين بالسكينه؟ لاني يتخربط الشكل. اي لان السكينه عريضه السكين يعني. هاي عقمناها. اي بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هاي ما يطلع كيلو؟ والله ما شاء الله كمية. شوفها شديدش. لا ثقيل ما شاء الله. كلش ثقيل. لا بي إيه؟ كيلو. بي والله. راح طلع برا يبين أحسن. أي بالضوء. خلينا نشوف. إيه؟ يعني اللون روعة. النتيجة ممتازة والكمية كبيرة والوزن وزن يعني كيلو كيلو وأنا أقول يعني كيلو إن شاء الله يمكن أكثر همين يعني الوزن ما شاء الله ثقيل. أيوه شنو عيني شوف الجمالية شراد العين هسه كاهي ومربى وألف عافية إن شاء الله على قلبي وعلى قلبكم والله جربوها فتشي خطير ومن الأخير. إحنا شوية هنا بالغربة مو دائما موجود حليب الجاموس فهذا يعتبر معون نادر. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك حبيبي. الله يخليك يما، يعني هذا اللون هو القمر الحقيقي، بس احنا بالغربة مو دائما حليب الجاموس موجود، ف يعني نسوي بالحليب البقري الباودر أو السائل يعني. هذا لو فريش بعد يطلع أزيد. إي بس هذا مبستر حاليا. إي. فالكمية تطلع أكثر يعني بالفريش بالطازج يعني. إي إي. إي بس ما شاء الله يعني تربيها أكثر من كيلو. إي. الوزن مالته كلش ممتاز. الله عايش سيدك. ايدك بالنسبة للي يريده بيوم واحد. اي. مثلا احنا هسه بالنسبة لنا خليناه بالثلاجة 12 ساعة. اللي يريد يسويه 12 ساعة ويخليه بالكاونتر يطلعه ويحط بيه ثلج يطلع هيك قيمات. هالشيء بهالطريقة هاي. بس انا هاي طريقتي انا. انت طريقتك اللي هي 24 ساعة. اي. عايش سيدك شو ما والله. ايدك. والله ما قصرت حبايبنا النتيجة ناجحة ان شاء الله والكمية روعة. الله يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لدعمكم حبايبنا، شكرا لك أم الحجية. عفوا حبيبي، إن شاء الله تجربونا وينجح وياهم وياكلونا بألف عافية. إن شاء الله حبايبنا مثل ما قلت لكم أم الحجية، إن شاء الله تجربونا، شوف عين الجيمر شلونه، فالشيء خطير ومن الأخير إن شاء الله. وينجح وياكم تاكلونا بألف عافية ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد وحياتنا قائد الفريق أم الحجية وأنا ابنها محمود من أستراليا وفي أمان الله. السلام عليكم. مع السلامة.